شو بنقدر نعمل كناس بنشتغل بقطاع التكنولوجيا بالإضافة لهالأبطال اللي عمالهم بيعالجوا الناس وبعرضوا حياتهم للخطر. فإحنا قلنا لازم يكون لنا دور إحنا في هذه المعركة، لازم يكون لنا دور نساعد بلدنا، وهذا الإشي لازم يكون تطوعي. كوفيد 19 جوت كوميونتي هي عبارة عن مجموعة من الشباب والشابات حابين نطلع بفكرة نساعد فيها الأردن ونسخر تكنولوجيا المعلومات عشان تحد من انتشار كوفيد 19 وسلسلة العدوى. الكوفيد تريسينج كانت كتير عم بتساعد إنه تكسر العدوى وفعلاً تعرف وين الناس المخالطين بفترة أسرع. تقريباً 15/5 الأبليكيشن أمان كان متاح على جميع الأب ستورز عشان ينزلوه وفعلاً يساعدوا بالحد من انتشار فيروس كورونا وكسر سلسلة العدوى ويحموا أردننا الحبيب ويحموا أحبتهم. كوفيد 19 ممكن يعدي قبل ما تبين عليك الأعراض، بين إنه هذا الشخص اللي أنا كنت معاه كاين معاه كورونا، فبيجي الممرض عليه بحكي له لو سمحت أعطيني الأبليكيشن تبعك اللي هو تطبيق أمان، خليني أسحب منه الفايل تبع المواقع تبعونك بآخر 14 يوم بأزمانهم. خلال ساعة من رفعة الفايل بكون أنا قاعد في البيت، بوصلني تنبيه بقول لي في عندك نقطة تشابك صارت معك قبل أسبوع بهاي الساعة وهذه الدقيقة بهذا المكان. هاي المعلومات بتضلها على موبايل اليوزر، ما بتطلع منه، وبصير البروسيسنج بس على الموبايل عشان يقارن ويحكي لك انه في نقاط التقاء ولا لا. فبهاي الطريقه لا طلبنا من المستخدم يوزر نيم ولا باسورد ولا رقم تليفون ولا ايميل ولا اسمه حتى، فما بنعرف اي شيء عن اي حدا استخدم الابلكيشن. هذا من الاشياء اللي سمح لنا نحافظ على خصوصيه المستخدمين. احنا سمعنا تطبيق امان وحبينا نتطوع فيه علشان نساعد هذا التطبيق بحيث انه يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وعملنا انتجريشن مع الـ HMS سيرفيسز الموجود جوا الـ HMS ديفايسز، واستخدمنا تو كيتس فروم هواوي سيرفيسز. العمل التطوعي بيفيدك انت، والاحساس اللي هو انت خدمت الناس وحافظت حياه بني ادم بجزء اهم من كل المصاري اللي عملتها في حياتك من خلال الرواتب وكل المشاريع اللي عملتها، لانك انت فعليا عامل شغله بس لانك بتحب بلدك ولأنك بتحب الناس وبتشوف الناس عم بيستفيدوا منها. هذا الشعور ما تتخيلي قديش إنه إشي جميل جداً.